السلام عليكم اخوتي، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير احوال جيده. اليوم فيديو معكم جديد، انا معكم رفيسه اذا كتابت ان شاء الله. انا عجنت الرغيفات ودراك غادي نرد معكم رفيسه وانتم معايا. وكنشكر القنوات كاملين اللي دخلوا عندي، وكنشكر اللي ما عندهمش القنوات، وكنشكر الناس خارج الوطن وداخل الوطن، وكنشكر الدول العربية كاملين والناس المصريين والتوانسة وكل شيء. كنشكرهم بزاف كاملين اللي دخلنا عندي، ولي وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، وهاتوا معايا ان شاء الله طريقة التحضير. معكم دابا هذه البصلة، ها هي، وهذا الزيت، واحد اللمبة، هذا لقامة مخلطة ثلاثة بيهم، نص كنجبر وخرقوم والإبزار، وهذه الملحة، وهذا الزعفران شعرة حر، شوية د السمن، واحد التومة، والربيع قصبر معدنوس مربوط، واحد التومة قلت نزيدها حتى هي كانت عندي من البارح، وها العدس فين هو مشيخ، وها الحلبة، حلبة، وانا غادي نجيب معكم واحد شوية ديال راس الحانوت، انا شتيتو، انا مكنعملش بزاف، غير شوية وصافي، هاتوا معايا ان شاء الله في التحضير. رجعت معكم، هادو ديك الرومي بيبي، هاهما بيبي، هاهما باش كيبانو لكم، هبرات، انا عملت بيبي ما عملتي دجاج، ديك الرومي، هاهما. نسيت ما قدمتش ما في الطريقه ما قلت لكمش. طبعا ان شاء الله غادي نفتح هذا قطا، دابا غادي نعمل معكم دابا شي سميتو هذا بيبي، نعمل الزيت، هاهو خليت واحد شويه ما نعرف تجي مزيته ولا شي حاجه، الله يحفظ النهار، حيت انا الزبده ما عنديش كامله، هو هذيك بيبي يعني عندي ها تبارك الله ثلاثة طروفة، دابا نعمل معاكم الإقامة، هذا مغروفة الإقامة ها هي فين. هو راس الحانوت، شويه د راس الحانوت، نزيد واحد شويه كتعجبني راس الحانوت، انا ماشي بزاف راس الحانوت، يعني كنعمل غير الملحه، نعمل السمن، غادي نعمل الزرع، اسمح سمحولي، غنعمل هذا اللي سميتو الزعفران حق بلاتي تتخلى، تتخلى بالحق، ما ردوخا عمد ما تجيش عليا، غنعمل واحد شويه البصله ومن هنا غنخليها حتى الاخر، غنعمل غير شويه التحر مع هذا، يلا ما تجيش عليا وسالي المرة عاد. غادي نحركو هاد الخليط هذا، خلي الله يتشحر، والله مزيانة هادي، عرفتي شنو قلت؟ شي حاجة قلت ما عرفت، المهم مديوش عليا والسلام، هاد التومة هادي غادي نقطعها وصافي عادية،
هادي بقات لي ما احسن ما بقاش يضيع، ما نعرف الواحد تاو مكموله هلا طيب معاهم. الرغيفات عندي كي عدلتهم هما كي عدل هذا كي رتشو دابا انا هانتوما دابا تحروا هادشي هذا ديك الساعة نرجع معاكم ان شاء الله. ها هما تحروا هادشي انا دابا تحرت دخل فيها ديك ديك بيبي ديك ديك الرومي دخل فيها ديك لي قامة شتي دابا نعمل واحد شوية دما باش ميتحرقناش ديك لي قامة شتي طوعي هيدا وصافي دابا عندي ديك كوب ديك الزعفران خلاص. المهم دوش عليا المهم انا كان في اللول كان كيخصني نعمل عوض عن كوب الماء كوب الزعفران المهم بحال 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 دابا من بعد نخليو هذا هيدا يتشحر يزيد يتشحر دخل فيها الإقامة ودابا أنا كت دابا أنا عاد جبطوني كنعدل هاي الرغيفة غادي نطلقها غنطلقها تقطعت لي من هنايا ولكن ماشي مشكلة تبقى حتى تبان ديك الرخامة ديك العجين كيتبوق كيعمل بواقة. المهم راهو فين هو دابا غادي نعمل هاد الربع ها هو فين هو غادي نعملو دابا وغادي نزيد معاه صافي غادي وغادي نعمل هاد البصلة لي باقا هاهي البصلة لي باقا المهم وغلا ومزيان البصلة هادي باش كتبقى كتعجبني أنا البصلة كتبان كتبقى فيها يعني كتبقى تبان البصلة ملي كتجي تغرف كتبقى تبان ديك ها هو ديك العدس دابا تا هو غنعملو ديك الحلبة غنزول منو عي ديك الما وصافي واحد الريحة طلعة غزالة الصراحة انا الحلبه كتعجبني في انا عملت الحلبه هي عاد صفيت منها الماء ها هي الحلبه نتا ها هي اللي كتبان لكم هاي الحلبه ها هي الحلبه صافي كتبان هيدا وصافي غادي نعمل ديك التومة ها هي ديك التومة تنشليلا التومة هنايا طيب هذا نعدي معاكم تا هذا نسلق البيطات دابا غادي نمرق الما سخنت الما غادي نمرق حتى وغادي نشد معاكم البوطه باقي خصني نزيد لها شويه ديال المرقه لان ديك العدس باش عاود تبقى لنا تبقى لينا ملي يكون كنسقي شويه انا عرفتي واحد
مزيون شتي. نزيد غير واحد شويه المرقه باش تبقى لينا. ما كيعجبنيش انا نزيد الماء في الاخر، يعني انا نكب الماء دابا نيجا مره اخرى ما كنرجعش نعاود لها نعمل الماء. وديك الساعه انت كنشد معاكم وهاتوما معايا. هاي الطنجره شديتها، دابا هاي هادي طلقتها بوحدها وغادي نعملها، غادي نعملها هيدا. والله ما نعرف اول مره غادي نعملها هيدا، والله دابا مشكله جاتني كبيره. جات معكم هي انا عامله دابا كنطلق معكم الثانيه. لا لا عمل هذه فوق منها هما اللي كانوا كيبان لكم. انا غنطلق معكم الثالثه هاد العجينه عرفتي بقيت كنعجن فيها حتى تسرحي مره وبقيت كنعجن فيها دلكتها مزيان العجينه حتى عملت البواقه. ودابا ملي كنتكي عليها خصك تبان لك تبقى تلقى حتى كتبان هاد الخامه. ولكن دابا هنا عاوتاني كتعمل هاد العمليه هادي هاو كتدي كتقلبها دابا باش كتعمل اخرى فوق منها. هذيك عمل الرغيفات ولكن حنايا غادي نبقاو لي الرغيفات الصراحة اللهم غادي نبقاو لي عندي هنايا شي 8 رغيفات باقي لي غنعدهم عاديين. هادوك العجينة ما عملتي فيها الخميرة غير الملحة صافي فقط نمشي بها خميرة مرة. الزيت عادي ها
تنجو فيه. عاد غنعمل معاكم الورقة ديال الباستيلا باقي الجبن بحال هكا غنشاركو معاكم. عندك النوع ديالي ثقيلة فوقاش ما كان عندي الكلام، يعني كنقول يعني باقي الوقت ماشي وفي رمضان نقدر نوجد نتا في رمضان على حسب، نقدر نمر قبل رمضان نقدر قبل رمضان نقدر في رمضان عدلة، المهم على حسب فوقاش ما نرجع معاكم. ها هي انا دابا عملت، دابا عندي هنايا ثلاثة، دابا عندي هادي الرابعة، طنجرة تتصفى جينا كنطبو طبو هو مرة بس عارفة العجينة كتنجح هي كتطيها بالدليك العجين ما كتبناش الماء بزاف انت تكون كتعجنها ايوا كتطيها بالدليك ونستعمل ديك هي كتجي قلبه قلبه باش نعمل اخرى ايوا نبقى ما شاف هذه العمليه هيدا صلى خلاص وما نعايد الاخر كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وكملوا حتى الاخر صافي غتكونوا معايا ان شاء الله ما حنا شي جيم زيتين بزاف باش عاوتا ما فهمتي باش عطونا عملنا الزيت هذا ما حتى شي هاتوما معايا حتى الاخر. ها هما ديك الرغيفات ها هما عدلتهم ها هما شو جاو شوف زيوني جاو شوف شو ورقة على ورقة تبارك الله جاو عرفتيه ورقة على ورقة تنكون غنقطعهم عاوتاني نوريكم غنقطعهم دابا ها هو الطنجرة هاهي وجدت هاهو جا وجد جات كتحمق وجد داكشي هاديك شني سميتها هاديك العدس خرجت لي شوية كتفسخ واخا عملتها في الما زعما نطيب شيخة في الما المهم هي جات مرة غايب جاو كيحمقو جاو شوف مي كيجيو فوق بعضو كيجيو كي عاملين ورقة بورقة هايدا هاديك الرغيفات باقي لي هنايا واحد سبعة هادا نعدهم عاديين هادو هاتهم معايا إن شاء الله تا الآخر. شركتي معاكم هاد الرغايف هادو هادي جات لي كبيرة شوف تبارك الله شوف عرفتي مورقة كتسمى ورقة على ورقة هادي كذلك شوف ورقة على ورقة عرفتي هاهي شوف ورقة على ورقة عرفتي مرة عرفتي ورقة على ورقة هاهي مرة هاهي ورقة على ورقة عرفتي ورقة على ورقة هادو تقدر تعمل بيهم تريد يعني زعما فهمتي كاملين بيهم تقدر تعملو بتدا عرفتي ورقة على ورقة دابا ما عملت لهم لا خمير
هادو عملو لا خميره لا والو، غنوزو مع ملحه وما سخون صافي، ديك الفيلو وهذا الطحين. جاو لي غير هما جاو لي سبعه، كليناهم جوج، دابا باقي خمسه، واحده جات كبيره قلت ما في ما قد نقص منها قداش ني عام، غاد نقص منها عملتها كبيره. المهم هنايا دابا هما واحد هي خمسه، ولكن هادو واعرين. هادو شوف تبارك الله، شوف ورقات تي هادي كتحنت في هادي، هادو ديك الساعه تي كنقطعهم معاكم ونوريكم تلد. هادو تبارك الله جاو لي بزاف. هادو هذا نعاود معكم الورقه ديال الباستيلا ان شاء الله. انا قلت لكم قبيلاتي غادي نحدد معكم عاوتاني، ما تبقاوش مره تشريوها من الزنقه، وانا كنشريها غير الا كنت مزروبه، اما هي كنعرف نعدلها ما عندي علاش، كتجي غزاله كتجي عاد كتجي مقرمشه وكتجي ما كتقطعش مره. ها هو حتى الاخر تما معايا، حتى الاخر الطنجره راه هي فين هي كطيب، وهاديك طابات ورجعات غزاله. ما شاء الله حتى الاخر نوريكم في الاخر مره ان شاء الله. يا معكم دابا انا غنقطع هاد الرغيفات، ما نقطعهم هيدا تما معايا، نقطعهم هيدا تما والله كيبان لكم هيدا. ما عنديش مقاس كبير، كنا بنلعب مقاس هذا صغير. زعما جاو كيحمقو، جاو جاو مزيونين. كتسنيهم هيدا وكدس قطع كيجيو رقاقين هادو على الرغايف، الرغايف كيجيو غلاطين ديك التجد ديالهم، يعني فهمتي ديك الفليسه كتجي. انا ديك الساعه نرجع معاكم ان شاء الله. دابا هاد التفاله هادي ديال الربيع عندنا زوله، دابا نعرف واش كتبان لكم، ها هي سو ما زولتها. دابا غادي نبدا ان شاء الله، بسم الله غادي نعملو. شوف هي اللولانية، المرقة هي اللولانية، هاديك العداس انا ما نتشمت زعما الصراحة الله. كان كيخصني ديك الصغيرة، وانا عطاني ديك العديس لي كبيرة ورجعت بحال هاهي. كتعمل هيدا تسقي هيدا جات لذيذة، عرفتي واحد اللذة مقلكمش. غادي نزيدو عاوتاني نعملو مرة أخرى. غادي نغرف عيه عشوائيا يعني. ها الحلبة، ما نقولكمش الحلبة كيفاش جات، انا كنحمق على الحلبة. مديدة جات. غادي نعملو اللحيمة، غادي نعملو هذا بيبي يعني ديك الرومي. هاهي
فبعد نعمل هذا الثومه جزء في الوسط، هاي الثومه بعدين نعملوا بيضه هنايا. ما نعرفوش عاد نعرف نزوق، المهم هذا نسيتو من هنايا ولكن المهم واخا. دابا غادي نزوق بالتمر، التمر والقرقع. كنتمنى يا ربي يحب يعجبكم، وهذا هو اسمه معايا. ها هو فين هو دابا، ها هي الرفيسه سهله جات شي بيبي جات عما عرفتي واحد اللذه لذيذ بزاف جا لذيذ بزاف. اذا كان عندي غير ديك شنو سميتو ديك ديك النيش هاو كيجي مزيون، وعندي عي قرقع النوا ما عنديش مع عملتوش عملت عي قرقع في التمر وصافي. ها هي فينيا كتجي غزاله، وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو وتكملوا حتى الاخر وحتى فيديو اخر ان شاء الله.